أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعا جديدة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البات أحمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهاردة عامل لكم حلقة جديدة وحلقة قيمة وقامة، ما بكملوش انتوا في وقامة، بقول انا من عندي، ما فيش حد بيقول وقامة، ولكن يعني ما علينا. المهم ان احنا عاملين لكم حلقة جديدة، وحلقة طبعا بتتكلم على حدث هام جدا، وحدث هو فخر لكل مصري وانا اولهم طبعا يعني، وهو تحليل موسيقي لإعادة احياء طريق الكباش بالاقصر. طبعا زي ما تابعنا جميعا كان حاصل حدث كبير جدا في مصر، وحدث على مستوى الآثار، ويعني من الحاجات اللي بتشجع على السياحة في مصر، وهي إعادة إحياء طريق الكباش طبعا بمحافظة الأقصر. والأقصر هي محافظة، احنا مش عايزين نتكلم في حاجات لها علاقة بالآثار لان انا مش خبير، لكن طبعا كلنا عارفين معلومة ان هي فيها تلت آثار العالم، وهي من اهم الوجهات السياحية في العالم. وكان مهم جدا الطفرة الكبيرة اللي بتحصل في مصر في إعادة إحياء التراث الفرعوني وإعادة الاهتمام بالآثار. وزي ما احنا شفنا طبعا افتتاح او يعني احتفالية مبهرة جدا 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 كانت موجودة في اعادة احياء طريق الكباش، او اعادة افتتاح طريق الكباش، عشان بس يعني انا مش عارف المعنى المتخصص ايه بالظبط، ولكن انا يعني ما اتفرجتش على الموضوع لايف، ما اتفرجتش عليه ساعة لما اتزاع، لكن من متابعتي لاراء الناس ومن متابعتي للمقربين لقيت ان حصل مقارنه كده اوتوماتيكيه بين الموسيقى التصويريه والموسيقى الاوركستراليه اللي كانت موجوده في حفل اعاده احياء طريق الكباش وفي حفل موكب المومياوات الملكيه، اللي هو طبعا كان نقل المومياوات لمتحف الحضاره. فطبعا ده استوقفني ان احنا عايزين نحلل ليه الناس كانت مفضله الموسيقى دي على الموسيقى دي من الناحيه الموسيقيه ومن الناحيه المتخصصه من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق. اعاده احياء طريق الكباش كانت الموسيقى فيه مشتقة من موسيقى أو أغنية الأقصر بلدنا يعني، بس خليني أشرح حاجة سريعا كده. لما بنيجي نعمل موسيقى تصويرية دايما معظم الناس بتثبت ثيم، بتثبت جملة موسيقية، بتثبت جملة لحنية. الجملة دي أنا ببدأ ألعب بيها بكذا تيمة، ببدأ ألعب على حسب طبعا أحداث الفيلم، سواء كان فيلم وثائقي أو فيلم درامي أو فيلم قصير أو فيلم طويل أو الكلام ده كله. فمثلا هلعب التيمة اللحنية دي، الجملة اللحنية دي بأكتر من ستايل، مرة ستايل توتر، مرة ستايل رومانسي، مرة ستايل كذا، مرة ستايل كذا. حتى في الأفلام الوثائقية بنعمل كده، اللي هو فكرة إن أنا بديك تيم وإنت العب بيها على حسب الدراما اللي عندك. فهي الفكرة كلها إن أي حد بيسمع مثلا بيعرف إن دي موسيقى فيلم اللي بالي بالك، أي حد بيسمع بيعرف إن دي موسيقى فيلم أبو علي، وهكذا. فهي الفكرة كلها إن دايما الثيم أو اللحن أو الجملة اللحنية الموسيقية لما بتبقى في الودن وببدأ ألعب منها تشكيلات، ده بيربط مع المستمع في اللاوعي بتاعه بإن خلاص هو لما أنا بسمع المزيكا دي أنا بفتكر أحداث الفيلم ده. إيه اللي حصل في إعادة إحياء طريق الكباش؟ طبعاً إن كان في موسيقى متميزة جداً وموسيقى مشرفة جداً جداً جداً، ولكن أنا كان عندي بعض الملحوظات. يعني إحنا خدنا من روح أغنية الأقصر بلدنا، وتحديداً الجملة بتقول عشان أقول الأقصر بلدنا بلد سواح، ولكن تم صياغتها بشكل أوركسترالي، فشلنا الربع تون لأن الأقصر بلدنا من مقام البياتي اللي بيقول ريمي فاسولاسي دوري، فهو فيه نغمات شرقية، فعلشان أنا ألعبه بشكل أوركسترالي ويبقى فيه نغمات شرقية ده هيبقى موضوع غريب شوية. ولكن الثيم أو الجمل اللي اتلعبت في بداية من العرض لحد بقى الفكرة بتاعت الطريق كله والأنوار والاستعراض والحركة والكلام ده كله، كانت الموسيقى التيمة بتاعتها موترة جدا. يعني أنا كنت سامع التيمة، أولا هي تيمة موترة، وثانيا هي صعب حفظها، وثالثا للمستمع العادي هو صعب يربط إن دي مشتقة من الأقصر بلدنا. يعني حتى في جمل عشان نقول جملة على أرضات مختري يا اسطى ملعوبة بشكل طبعا فيه جلوري جدا، لأن احنا بنتكلم على حاجة ملكية وعلى حاجة أوركسترالية، ولكن الجمل صعب ان هي تمسك في الودن، رغم ان هي زي ما قلنا مشتقة من الروح اغنية الأقصر بلدنا، الا ان صعب انت كمستمع عادي ان تربط معاك.
فبالتالي الناس بقى بالنسبة لها الموضوع confusing أو بقى الموضوع مربك، لأن هو حاسس إن المزيكا أنا مش مريحاني، أنا مش قادر أربط بجملة لحنية في ودني بحاجة مربوطة في السيستم بتاعي. فهو اللي حصل إن بقى الناس عندها حالة من الارتباك، إن هو مش قادر يفهم هي المزيكا دي أنا أحفظها إزاي. الموسيقى بتتكون من حاجتين في المطلق، الموسيقى بتتكون من لحن ومن زمن. اللحن بيتم التعبير عنه من خلال الآلات الموسيقية اللي بتلعب، والزمن بيتم التعبير عنه من خلال الآلات الإيقاعية. وفي حاجة بس اسمها اللوحة الإيقاعية، وحاجة اسمها الموازين، يعني في شوية حاجات برضو إن شاء الله نبقى نشرحها في الحلقات الجاية. فهي الفكرة كلها إن لازم الإيقاع يكون جروفي. يعني إيه جروفي؟ يعني الإيقاع يكون انت هو بيحركك، مش لازم يرقصك بس هو بيحركك، انت قادر تسمع ايقاع نظامي، الايقاع ده بيحركك. ده برضو انا كان عندي معاه مشكلة مع الموسيقى اللي موجودة، ان انا ولا قادر احفظ جمل لحنية، ولا قادر الجمل او الايقاعات اللي بتحصل برضو مش داخلة في السيستم بتاعي، فانا مش عارف المفروض اسمع ايه، المفروض اقف فين، المفروض كان بالظبط انت بتسمع حته مزيكا وكل ما ترقص عليها تلاقي حد راح مغير الايقاع فانت تقف، انت مش عارف المفروض تعمل ايه. فهي دي برضو بالنسبه لي كانت حاجه غريبه شويه. انا كان نفسي ان يبقى فيه ثيم موسيقي يعلق معايا، وده بقى كان نقطه التميز بتاع موكب المومياوات الملكيه اللي حصل فيها الموسيقى. كان فيها الجمله الجنائزيه اللي بتقول اتلعبت بقى بتكويناتها، فبقى اللحن في الودن، ومره سمعتها بصوت كذا، ومره سمعتها على حسب طق الالات، مره ربابه لعبتها، مره ناي لعبها. وفي نفس الوقت انا ما حسيتش ان الالات دي جت في عصر بعد العصر الفرعوني، لا انا حاسس ان هي متوظفه وسامع الروح المصريه في الموسيقى بتاعه موكب المومياوات الملكيه، وده اللي انا ما كنتش سامعه في الموسيقى بتاعه احياء طريق الكباش. توظيف الناي وتوظيف العود في موسيقى إحياء طريق الكباش أنا برضو كانوا بالنسبة لي مربكين، لأن هو كان في تداخل بينهم وبين الآلات الأوركسترالية واللي بتلعب. يعني أنا سامع في حاجة كده في المزيكا اسمها الديمينيشد كوردز أو السلم الديمينيشد أو السلم الناقص، فهو أنا سامع الحاجات بتخبط في بعض، أنا سامع الآلات خبطة في بعض، أنا مش سامع الدفء بتاع الناي ولا سامع الجلوري أو سامع العظمة بتاعة آلات الأوركسترا، أنا سامع توتر، أنا سامع إرباك، أنا حاسس إن هم جايين في حاجة هتحصل، في الإله ست إله الموت هيجي مش أخرمنا كل ده اللي أنا سامعه في المزيكا. فهي الفكرة كلها إن أنا كنت حاسس إن التوظيف بتاع الناي كان محتاج يكون أكثر نعومة، غير بقى إن في بعض اللحظات أنا حسيت إن أنا بسمع إيقاعات وموسيقى آسيوية، في بعض اللحظات أنا حسيت إن أنا بسمع إيقاعات إفريقية، في بعض اللحظات أنا حسيت إن أنا بسمع إيقاعات هندية. فهو ده كله مش من الثقافة المصرية، يعني هو اللي ممكن يكون مبرر هو وجود إيقاعات أفريقية موظفة بالشكل المصري. فهو أنا كان عندي مشكلة برضو مع الإيقاعات اللي موجودة طول الاستعراض اللي معمول بشكل أوركسترالي. بالنسبة لأغنية الأقصر بلدنا فبرضو اتلعبت بشكل مختلف عن اللي في ودننا، المقسوم الأقصر بلدنا بنات سواح، لا هي ملعوبة نوبي، الأقصر بلدنا بنات سواح، وكان بقى هو الإيقاع هو ما بين النوبي وما بين الرومبا الخليجي. فأنا بقى بالنسبة لي تاني أنا عندي مشكلة مع الجروف، أنا عندي مشكلة مع الإيقاع اللي أنا مستنيه رقصني بالأغنية اللي أنا عارفها في السيستم بتاعي، فبقى عندي مشكلة سمعني اللي أنا بحبه، سمعني اللي في ودني، سمعني اللي أنا واخد عليه. فعلشان كده أنا لقيت ناس كتير هي عندها مشكلة مع المزيكا بس محدش لاقي توصيف للموضوع ده إن فين المشكلة. طبعا هي مش مشكلة، هو في الآخر اختلاف في الأذواق، يعني ممكن أبقى أنا من وجهة نظري شايف ده، لكن الأساتذة اللي نفذوا لهم طبعا كل التحية والتقدير هم كانوا شايفين إن ده الشكل الأنسب للتنفيذ، لكن أنا بقيت حاسس إن ده مش مريح للودن، مش إن هو حاجة غلط، هو حاجة مش مريحة للودن اللي بيسمع. أغنية الفنان محمد حماقي والفنان لارا اسكندر كانت أكثر من رائعة، والأغنية لطيفة جدا. برضو كنت حاسس إن هي محتاجة تبقى جروفي أكتر، كنت حاسس إن هي محتاجة تبقى أنعم من كده، ولكن هم طبعا قبولهم جميل وظهورهم لطيف جدا، كل المشاركين في العرض كانوا أكثر من ممتازين. بالمناسبة بقى يعني بعيدا عن المزيكا أنا بتكلم بقى كمشاهد عادي، لأن أنا برضو مش متخصص في الصورة، ولكن الاستعراضات والملابس والألوان والإضاءة والكادرات، الموضوع أكثر 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 من مبهر، وهو حاجة بجد فخر لكل مصري والكل عربي بيعتبر أن مصر هي بلده. ويعني الأول مرة
انا ابقى فخور فعلا بتراثي الفرعوني وشايف ان هو ده انتمائي وهم دول اجدادي، وانا سعيد جدا بان انا بشوف الصورة دي. وبس عايزين نقول حاجة بسيطة كده على موكب المومياوات، ان هي الموسيقى كان برضو ليها طابع جنائزي، لان هي في الاخر احنا بنتكلم على نقل مومياوات من مكان لمكان، فكانت الموسيقى حزينة وكانت الموسيقى بستايل معين، لكن زي ما قلت هو عتابي الوحيد وجود جملة لحنية تعلق في ودن المستمع. سعيد جدا بالاستعراض يعني العرض المبهر اللي حصل في طبعا إعادة إحياء وإعادة افتتاح طريق الكباش. ببارك لكل السادة الصناع، ببارك لكل المشاركين في العرض، ما بين الراقصين للأزياء كل حاجة، كل حاجة كانت مبهرة وجميلة جدا. وزي ما قلنا، بس أنا مش حابب إن حد يكون يعني بياخد ده بأي محمل، ولكن هو مجرد تحليل ليه الناس شايفين ان المزيكا يعني مش قوي. طبعا بما ان الناس مش متخصصين، فانا حبيت اوصل للاسباب المتخصصه، سواء من خلال التحليل الايقاعي او من خلال التحليل الموسيقي، ليه الناس كانوا حاسين ان مش هو ده اللي احنا عايزين نسمعه، واحنا عايزين نسمع يعني افضل واحسن من كده. طبعا انا يعني دورت على بدله باتمان فرعوني، ولكن ما كانش، يعني كان في مشكله كبيره جدا، لقيتها في طرق القاره الفرعونيه بيبقوا غاليه، وفاكرين دنماركي، فانا مش هروح ادفع انا كل ده عشان في الاخر نروح نتكلم على فلو حد لا يا جماعه والنبي يعني ايه يعني. يلا سلام عليكم.